جزاكم الله خيرا. يقول إنني أعمل في أحد المحلات التجارية من طلوع الشمس إلى 12 ليلا، وأصلي جميع الفرائض جماعة في المسجد ما عدا صلاة الفجر، فلا أستطيع أن أقوم لصلاة الفجر، كيف تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ لا بد من صلاة الفجر في سائر الفرائض، فحاول أن تصلي الفجر مع الجماعة ثم تنام بعد ذلك. أما الاستمرار على النوم عن صلاة الفجر هذا لا يجوز لك، وإذا كنت تسهر كل الليل ثم تنام آخر الليل ولا تستطيع القيام لصلاة الفجر فقد أخطأت في هذا. الواجب أن تنام قبل الفجر بقدر يمكنك من القيام لصلاة الفجر. فالفرائض يجب أن يحسب لها حسابها ولا تهمل أو يقدم عليها عمل الدنيا. الحاصل أنه لا بد لك من صلاة الفجر مع الجماعة، واعمل الوسائل التي تمكنك من ذلك. نعم.